أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا رب، إني نويت أن أتقرب إليك بتلاوة هذا الدعاء المبارك بنية تعبد لله تعالى وبنية تحصن بها وبنية جميع ما لها من الخوات والكرامة هدية ثوابها لسيد الوجود وعلم الشهود سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نيابة عن وسيلتي إلى ربي السيد شيخ أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به، آمين. يا رب يسر ولا تعسر لي، تمم وسهل علي كل أمر عظيم، آمين. واذكر لها وجورا ربي الله.
عليم يا قابض الباسط يا حكام معز يا حافظ رافع يا الله مظل يا عدل يا سميع واسع يا بصير باعث يا لطيف يا الله ربي مقدم مولي يا مؤخر يا غني يا حليم يا حق يا وكيل مجيد يا غفور يا حي يا قيوم يا الله شكور جميع يا مجيد ربي يا كبير يا محسن العظيم يا الله قوي محسن معيد المكره الصمد محيي المهيب هذه الأسامي صلينا على سيدنا الحامد المحمود يا الله الفاتح المغلق الخاتم ما صباحا نصر المكلم خير الخلق يا الله الناصر الحق بالحق الجلي وإلى صراطك المستقيم تبارك أو رب تقدس أو رب تعالى علوا الرب يا الله عبد زليل فقير خاشع وجيل ذو جزع آسف يا الله يا الله إليك مد اليد رجاء مغفرة Oh,
ترجى غير رحمتك العظمى العميمة لكل الخلق يا الله. أشكو إلى الله حاجة ليس يرفعها سواك يا ربنا يا الله يا الله. هل من مزيد بما قد كان يريده رب العباد عليهم ربي الله. ونافذ الحاكم فينا إرادته كما يشاء وجل الله. علمنا بحوضه ربنا.
نفسي هم للرزق يا الله. وراضيني بالقضاء ربي مصبراني على بلائك يا رحمن يا الله. موزعا الشكر ما أوليتني نعما جل ثناؤك يا من جهة الدين أو في الدين يا الله. صلي على سالك قبل الورى فعلم ب700 عام ربي يا الله. صلي على سالك قبل الورى فعلم ب700 عام تيجي.